بالنسبه للجيميا واخا حدا كتصيفط لهم لاكارت ناسيونال وكتصور لهم الروسي ديال سميتها ديال لاكارت المقاول الذاتي وكتدفع لهم اللي بير صافي هادشي اللي كيطلبوا لك اون فوا كيعطوك البوكس وداكشي كتبدا معاهم الخدمه الموتور شيفون كلشي على حسابك هادو اللي خدام معاهم هما اللي عطوني البوكس فيها بلا فاش كتوصل للبلاصه اللي كتوصلك لا كوموند ولا كتمشي للريستو كدير بلا وصلتي للريستو خديتيها كتوصل للكليان كدير بلا كونفيرمات داس لا كوموند ما بيهاش الثمن باش كتليفري قليل بزاف مقارنه بالكيلومتر اللي كتضرب يعني فات السيخ بزاف وكتخسر الموتور شحال من حاجه على حساب كل كوموند عندك شي 9 درهم تقريبا للكوموند واه كتشوف التراج راك تخسرها في لاسونس صاحبي كتقدر تلقى كوموند فيها 20 دقيقه ديال الطريق و 20 باش ترجع لهنا باش تسنى كوموند اخر كتعاون بها وخايبه في هذا التخسيخ كسيد وكتخرج على الموتور شحال من حاجه تخسر باش تدخل ما كتخسرش باش تدخل كتخسر الماده كتخسر الليسانس روشارج باش تخسر لك الموتور هادشي اللي كاين والسلبيات راه الشانطي فهمتي بنادم ما تيساعدكش انت راه خدام فهمتي باش تجيبها حلال وما كيصحبوك فهمتي كنديروا شي حوايج خايبين ولكن راه ماشي كلشي حتى الشانطي راه خايب حتى الشانطي راه صعيب ماشي احنا اللي زعما كنطيروا وداكشي اللي كيقولوا حتى الشانطي راه صعيب كنتمناو يحفظنا الله هادشي اللي بغينا الله يسهل على الجميع الله يحفظ تعاونوا معاهم تعاونوا مع اللوافري راه ما دراوش وكره ما تقولوش راه ما عندهمش شي اهداف راه عندهم اهداف غير دايرين هذه وسيله فهمتي باش يوصلوا لشي حوايج اخرين راه كتلقى عندهم بزاف كاين اللي كيكمل قرايته وكاين اللي كيفكر في برا كاين بزاف د الحوايج فهمتي وربي راه تيسهل خدمه موال نجيكم من الاخر هذا خدمه ديال العذاب فهمتي تكرفيس لا عنده شي ديبلوم ولا شي حاجه يمشي يقلب على راسه وحسن ليه من هذه الخدمه كتبقى في الريسك ديال الشانطي فهمتي وفهمتي والبوليس ها هما وبنادم اصلا لوفرين يجيك من الاخر ما كيحترم ولا قانون لا والو ديال السير كله كيجي بغى يوصل الكوموند بالزربه فهمتي كاين القليل اللي كيحترم فهمتيني وفهمتي وكل اللي عنده الولاد مسكين ما عنده ما يدار كيتكلف بهاد المهمه هادي ديال ليفريس كتخلص على حساب لي كوموند ديالك اللي ضرب شي في النهار فهمتي شي حاجه كتاخذها اليوم وشي حاجه كتبقى لك في 15 يوم في الكنز هادي باش مزيان فهمتي هنا وهنا ضربه واحده ماشي بحال جوميا وكاليكس وداك الشيء الاخر كتبقى في الريسك ديال الشانطي اخويا الله يحفظ ما درت شي كسيده ولا شي ما يعقل عليك حتى واحد فهمتيني صحتك هي الاولى ماشي ما الله ينعن بوا شي كومون ولا شي حاجه صحتك كتشوف صحتك هي الاولى المضره ديال البرد الستر ديالك لعيبات الرجلين فهمتي وكتبقى الريسك ديال الشانطي